لما تسمع موسيقاك المفضلة شو تحس؟ راحة؟ قشعريرة؟ تبتسم؟ تغمض عينك وتحرك راسك؟ تعرف ليش تسوي كل هذه الأشياء لما تسمع موسيقى تحبها؟ لأن قلبك يخفق أسرع، وحدقة العين تتوسع، وجسمك ترتفع حرارته، ويبدأ الدم يتدفق إلى رجليك. والمخيخ اللي هو الجزء المسؤول عن التحكم بالحركة في جسمك يصير أكثر نشاطاً، وتبدأ تشعر بالنشوة والراحة. قبل 4 سنوات كان في طفلة اسمها لوريال، عمرها 11 سنة، كانت تلعب مع الأطفال وتضحك ومستانسة، وفجأة حست بدوخة فجلست على كرسي. فجأة واحدة من صديقاتها تقولها شو فيك؟ وفجأة نسيت لوريال كل شيء، ودوها المستشفى. لما فحصوها اكتشفوا أنها أصيبت بسكتة دماغية لانسداد أحد الشرايين الموصلة للدماغ، ولذلك فقدت القدرة على الكلام نهائيا. أحد مدربي لوريال استخدم طريقة علاج اسمها Melodic Intonation Therapy، أي العلاج بالتلحين. كيف يعني؟ هذا الدماغ أمامنا، الشق الأيسر منه مسؤول عن الأشياء المنطقية اللي منها اللغة، والجزء الأيمن مسؤول عن الأشياء الإبداعية اللي منها الموسيقى. اللي سواه المدرب إن ساعد لوريال على تلحين كل شيء تبى تقوله علشان تستخدم الجانب الأيمن من الدماغ اللي ما تأثر بالسكتة، فحول مسار اللغة من الجانب الأيسر إلى الأيمن المسؤول عن الموسيقى. ومع التمارين المستمرة قدرت لوريال إنها تنطق مرة ثانية، بس كيف؟ عن طريق تلحين كلماتها. الشيء الجميل هو أن الموسيقى لها قدرة فائقة على تشغيل كل أجزاء الدماغ تقريبا، وبالتالي يبدأ الدماغ يستعيد نشاطه مع كثرة السماع. الشيء الآخر اللي سواه مدرب لوريال علشان يقوي الجانب الأيمن من دماغها إن علمها تنقر بيدها اليسرى وهي تغني. ليش؟ لأن الجزء الأيسر من الجسم يستخدم الجانب الأيمن من الدماغ، وبالتالي قامت لوريال بتقوية أعصاب هذا الجانب مش فقط بالموسيقى بل أيضاً بالطرق باستخدام يدها اليسرى، وصار الجزء الأيمن اللي أصلاً غير مخصص للنطق هو الآن الجزء المسؤول عن الكلام عند لوريال. نرجع للسؤال اللي بدينا منه، ليش الموسيقى تأثر فيك؟ ليش تخليك حزين أو سعيد أو متوتر أو متفائل أو محبط؟ يمكن يقول العلماء إن 50% من الناس تصيبهم رعشة لما يسمعون الموسيقى. تعرفون ليش؟ الدماغ فيه منطقة تسمى أميجدلا أو اللوزة المخية، هالمنطقة مسؤولة عن المشاعر والعواطف. لما تسمع موسيقى تستثار هذه المنطقة وتبدأ مادة الدوبامين، تجاوز ما نسميه هرمون دوبامين، تبدأ بالتدفق في داخل جسمك. هذا الهرمون مسؤول عن النشاط والشعور بالسعادة والحيوية والمتعة والانفعالات والأحاسيس. هذه التفاعلات العصبية والهرمونية كلها اللي في أجسامنا ناتجة عن سماع الموسيقى، وبالتالي تصيبنا هالمشاعر المتغيرة. يقول طبيب الأعصاب جاك بانكسب، يقول أن اللحن الحزين يسبب شعور إيجابي أكثر من اللحن السعيد. حد منكم الحين بيقول فعلا أنا دائما يصيبني هذا الشعور؟ أحب أقول لك أن كلامك صحيح. يقول جاك أن الموسيقى الحزينة عندها القدرة أنها تستثير مناطق في داخل الدماغ كانت تستثار قديماً عند أسلافنا لما مساكين كانوا يسافرون من بلد إلى بلد بالشهر والشهرين والثلاثة. هالمناطق هي نفسها اللي تسبب شعور الشوق للوطن أو الهومسيك، وهو شعور ترى مريح للنفس، سبحان الله شيء غريب فيه لذة صعب تفسيرها. هذه المشاعر تستثار لما نسمع موسيقى. الشيء الآخر اللي يقوله جاك هو أن الموسيقى تستثير منطقة المشاعر في الدماغ الأميجدلا، لأن الموسيقى الحزينة تثير شعور الخوف فينا والتنبيه أن فيه خطر. شو اللي يصير؟ الدماغ يقول للجسم يلا انطلق، فتنطلق مجموعة من الهرمونات في أجسامنا عشان نكون مستعدين. هالهرمونات بعضها للتوتر وبعضها للمشاعر وبعضها للحركة، لكن لما يتبين أنه ما في أي خطر شو اللي يصير؟ يختفي شعور الخوف، فتتراجع هرمونات التوتر وتبقى الهرمونات الخاصة بالمشاعر والانتشاء. لذلك نعشق الموسيقى الحزينة أكثر من السعيدة. في أوائل التسعينات كانت هناك عالمة شابة اسمها شيلا وودوورد، كانت حامل
وتبقى تعرف إذا كان جنينها يقدر أنه يعني يسمع الموسيقى أم لا. فشو سوت؟ أجرت بحث مع جامعة كيب تاون ومعهد التكنولوجيا البحرية، وجابوا لها ميكروفون يعمل تحت الماء، وقامت بتثبيته في داخل المشيمة بجانب رقبة الجنين علشان يعرفون شو يسمع من الأصوات. أول شيء اكتشفوه في هالتجربة أن الأصوات اللي تصل إلى الجنين تشبه الأصوات اللي نسمعها تحت الماء، يعني مش واضح وايد. لكن الشيء الغريب سبحان الله هو أن صوت الأم فقط يصل للجنين بوضوح أكبر من كل الأصوات الأخرى. وفي خلال التجربة سمعوا صوت شيلة وهي تغني لجنين. لكن الشيء الأعجب هو أنهم خلوا شيلة تحط سماعات على أذنها وتسمع موسيقى مريحة، فلقوا أن نبض الجنين بدأ ينخفض كإشارة على الارتياح. لما خلوها تحط موسيقى صاخبة لقوا أن نبضه ارتفع من التوتر، يعني الجنين يتأثر بالموسيقى وبعواطف أمه كذلك. أراد مجموعة من العلماء أنهم يختبرون تأثير الموسيقى على الذاكرة. وشو سووا؟ جابوا 54 طالب جامعي وعرضوا عليهم 448 وجه غير معروف، وكتبوا أسماء الأشخاص تحت الصور، وبعدين شالوا الأسماء وقالوا حق الطلبة حاولوا أنكم أنتم تتذكرون اسم كل شخص. وقاموا بالتجربة لعدة مرات، مرة باستخدام خلفية مطر، ومرة حطوا للطلبة موسيقى عاطفية، ومرة موسيقى صاخبة، ومرة بدون أي مؤثرات موسيقية. لاحظوا أن الطلبة قدروا أنهم يتذكرون الأسماء أكثر لما حطوا لهم خلفية موسيقى عاطفية، وأيضاً بالحالة اللي ما كان فيها موسيقى. أما صوت المطر والموسيقى الصاخبة فعرقلت عملية تدوين الذكريات في داخل الدماغ وخلت الحفظ صعب. والسبب هو أن الموسيقى العاطفية استثارت مناطق المشاعر في داخل الدماغ، فخلت الطلبة أكثر قدرة أنهم يستوعبون تعابير وجوه الناس ويربطونها بالأسماء، وبالتالي الموسيقى سهلت عملية ترميز الذاكرة في داخل الدماغ. هنري دراير عمره 92 سنة، صار لعشر سنوات يعيش في بيت للعجزة بعد ما أصابه الخرف وذهب بذاكرته. يقضي هنري معظم يومه وهو جالس على كرسيه المتحرك، ما يتكلم ويتحرك بصعوبة، إلى أن يحطوا له السماعات على إذنه وشغلوا له الموسيقى اللي كان يحبها طول عمره، فيتحول إلى شخص آخر تماما. يبدأ يحرك يديه وريوله ويغني ويضحك، ويقول هو يسمع هذه الموسيقى أشعر بفرقة من الحب والأحلام. الموسيقى تعطيني شعور بالحب والرومانسية. هناك دراسات تقول أن الناس اللي يعزفون أي آلة موسيقية لعشرين دقيقة في اليوم تكون عندهم القدرة على التحكم بعدة حواس في الوقت نفسه أكثر من غيرهم، وتصير عندهم قدرة عالية على تنسيق حركة أجسامهم والتحكم في أكثر من عضو كاليد والرجل والعين وغيرهم بنفس الوقت باتزان وسيطرة، وتكون عندهم قدرة مبهرة في التركيز وخصوصاً إذا بدأوا العزف في سن مبكرة. ليش كل هذا؟ لأن الدماغ وخلاياه ومساراته العصبية تكون نشطة ويقظة طوال فترة العزف، فتقوى قدرة الدماغ العصبية تماماً مثل ما يقوي الإنسان عضلات جسمه. أكيد سمعتوا عن مرض التوحد. هو مرض يصيب من 1 إلى 2% من الأطفال لعطل في نمو الأعصاب. طفل التوحد ما عنده القدرة على التواصل الاجتماعي والتعامل مع الناس من حوله، و30% من مرضى التوحد يفقدون القدرة على الكلام. لكن أطفال التوحد عندهم القدرة على التركيز على التجارب الحسية حولهم بشكل غريب سبحان الله. فتشوفهم مثلاً يلمسون الأقمشة في البيت، أو يركزون على أصوات في البيت أنت ما تنتبه لها، مثل صوت الثلاجة، المكيف، الكمبيوتر. يدركون هذه التفاصيل البسيطة اللي ما تعني شيء للإنسان العادي. ولذلك تعد الموسيقى أفضل طريقة لتطوير المهارات الاجتماعية عند المصابين بالتوحد. لكن ليش؟ لأن الموسيقى مثل ما قلنا تشغل الدماغ كله، تخليه حيوي ونشيط، وبالتالي تبدأ مناطق الدماغ المتعلقة باللغة والأحاسيس والإدراك الاجتماعي تبدأ تنشط عند المصاب بالتوحد،
فتلقى الطفل منهم يتفاعل مع الأغاني، يضحك، يقفز ويضم الناس من حوله. ومع مرور الوقت والتدريب يبدأ الدماغ بتخزين هذه الذكريات في مساراته العصبية، ولكن على هيئة مهارات جديدة يكتسبها الطفل وينمو بشكل أفضل. هل سمعتوا عن مرض الشلل الرعاشي المسمى باركنسون؟ هو مرض يصيب 1 من كل 100 شخص تجاوزوا 60 سنة، وسببه هو هرم الخلايا المنتجة لهرمون الدوبامين، ويصيبها شيء يعرف بـ degeneration. وفي الدماغ منطقة تقوم بالتحكم بحركات الجسم الإرادية، وهي جزء من الجهاز العصبي بالطبع. هالمنطقة تحتاج للدوبامين علشان تظل تعمل دايماً، مثل ما تحتاج السيارة للبنزين. أحياناً لما تهرم الخلايا في داخل الجسم بسرعة ينخفض إنتاج الدوبامين بنسبة 80%، تصوروا، وبالتالي يفقد الجهاز العصبي القدرة على التحكم في الجسم، فيصاب بالرعاش وبطء الحركة وضعف التوازن والاكتئاب، ويجد الإنسان صعوبة في التواصل الاجتماعي. تلقى المريض يعني صعب عنده أن يستوعب الحياة من حوله. تلقي المريض للعلاج الموسيقي المتمثل في المشي على إيقاع معين مع ترديد الكلمات الملحنة يساهم في علاج هذه الأمراض. ولأن الموسيقى تحفز نشاط الدوبامين في الدماغ وأيضاً تنشط الجزء المسؤول عن الذاكرة، يبدأ المريض يسترجع ذكرياته ويزيد تفاعله مع الآخرين ويشعر بالفرح والمتعة، وهالشيء يساعده على النطق بشكل أفضل وعلى المشي بخطوات متزنة أكثر، بالإضافة إلى تقوية التواصل الاجتماعي بينه وبين الآخرين. وللتقليل من آثار باركنسون على المريض، جابوا مجموعة مرضى وخلوهم يمشون على جهاز مشي ولكن بسرعة بطيئة، وشغلوا لهم موسيقى. فشو اللي صار؟ الدماغ بدأ يتنشط، وبما أن الدماغ يعمل كمحول للكهرباء الرئيس في البيت اللي يوزع الطاقة لكل الأجهزة، يقوم الدماغ هنا بإرسال إشارات إلى أطراف الجهاز العصبي علشان تحسن أدائها، وتبدأ توازن جسم المريض وتخليه أكثر وعياً وإدراكاً. الموسيقى تستخدم اليوم في علاج الأمراض النفسية كالهلع والتوتر، والأمراض العصبية كالزهايمر وباركنسون، وحتى الإعاقات الذهنية، وصاروا الناس يستخدمونها لتخفيض ضغط الدم والدخول في حالة من الاسترخاء مثل التأمل تماماً، لأنهم اكتشفوا أنها تخفف من هرمون كورتيسول أو المسمى بهرمون التوتر. الموسيقى نعمة كبيرة وأحد أسرار الكون اللي الإنسان ما يقدر أنه يفسر جمالها، مثل الإلهام والشعر والمحبة، ولكن يقدر أنه يستخدمها للارتقاء بجسده وبروحه.